بالمناسبة لما أنا بتكلم على إن الأزمة اللي موجودة عندنا مش فكرة أبدا توصيفها، ولكن فكرة حلها بما يتسق مع طبيعة ظروفنا. فأنت النهاردة عايز تقول إن كان ممكن قوي النتائج أو الظروف اللي كانت موجودة ديت ممكن نتحملها؟ يعني أنتوا كنتوا ممكن المصريين يستحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية عشان ما نصرفش 120 مليار جنيه؟ والكلام ده انا قلته لكم وقلته كتير قبل كده، قلت دوله زي مصر عايزه ارقام كبيره جدا للانفاق عليها والارقام دي مش موجوده قدامنا. مسار من اتنين كمصريين، يا يعني نفضل نضحي لغايه لما نصل لارقام ترضينا وتكفينا كلنا، يا اما مش هنستحمل، لا هتبقى لينا ولا لاولادنا، ويبقى احنا تسببنا في خرابها كلنا. بكلم ده للمفكر والمثقف والإعلامي وللمسؤول حتى في الدولة، لأي وزير ولأي محافظ لأي حد. ما لو أنت ما خدتش بالك الموضوع هيبقى ترتب عليه مشكلة كبيرة جدا كلنا هندفع ثمنها، واللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا. ربنا سبحانه وتعالى عنا في ظل ظروف لا يمكن أبدا لدولة زي حالتنا تعمل اللي عملته، ما تقدرش. ليه؟ انت عندك عدد كتير من الناس ومواردك محدودة جدا، وانت متصور ان يعني ايه ان الموارد دي تكفي كل شيء. لا، طب احنا زدنا 26 مليون النهاردة من 2011 للنهاردة، هو ده رقم ملوش تأثير، ملوش مطالب في كل شيء في كل قطاع؟